هذا حديث التسعينات. ماما، كيف تستخدمين التطبيق بهذا البطء؟ ما هذا الفيلم الممل؟ جمل بسيطة من حواري مع أولادي والحديث اليومي داخل كل بيت. عصر الديجيتال والسوشيال ميديا زاد من الفجوة بين الأجيال بشكل كبير. الأجيال الجديدة أصبحت منفتحة على عالم واسع بكل آرائه ومتناقضاته، وأصبحوا يتساءلون ويقيمون كل رأي أو قانون يفرضه الأهل. فلنأخذ على سبيل المثال التعليم، وهو الخلاف الأكبر في كل بيت. فبينما يتمسك الأهل بما يعرف بكليات القمة، يجب أن تصبح مهندساً مثل والدك أو طبيباً مثل جدك. يحلم الولد أن يكون صانع محتوى أو مؤثراً على السوشيال ميديا، أو يبدأ مشروعه الخاص ببيع المنتجات على الإنترنت، ويكون الرد دائماً: ما هذه المهن؟ أما الذوق الفني فله حواراته واختلافاته الخاصة. الراب المصري والأغاني الشعبية والمهرجانات تجري كالنار في الهشيم بين أبناء هذا الجيل، في الوقت الذي يعتبر فيه الأهل أغاني التسعينات أغاني شبابية. جيل لا يعترف بالموروثات دون تفكير، ولا يقبل المسلمات دون مناقشة، فهم يبحثون عن المنطق في كل شيء، يكتبون بلغة الفرانكو أراب، ويكتفون بالشات وليس بالحوار وجهاً لوجه أو على الهاتف. وبينما يتمسك كل جيل برأيه ومنطقه، إلا أن هناك الكثير من الأسر أصبحت تبحث عن أرض مشتركة بينهم وبين أولادهم في محاولة لتقليص الفجوة وإيجاد حوار مشترك. سمر بشات لصباح العربية من القاهرة.